آخر حديثك قبل الفاصل عن أن القطاعات الرئيسية التي إذا تأثرت بصورة إيجابية سيكون لها انعكاس إيجابي على السوق ككل، وتحديدا قطاع الصناعات البتروكيماوية والقطاعات المساندة لها. من خلال نظرتك لما رأيته خلال نتائج ثلاثة أرباع الماضية، تتوقع كيف تتوقع أن تكون صورة نتائج هذا القطاع باعتبار أنه قطاع رئيسي وقطاع يتأثر بالوضع العالمي أكثر منه بتأثره من الوضع الداخلي؟ خليني اعطيك صوره على يعني على القطاع هذا من خلال الشركه اللي هي عندها وزن كبير بالقطاع اللي هي سابق، يعني اذا اخذنا ارباح سابق على ديسمبر الماضي كان عندها 10 هلله، كان عندها خسائر 10 هلله بالربع الاول من العام الحالي، كان عندها ربح حوالي 60 هلله بالربع الثاني، وشفنا ارباحها كمان يعني كانت جيده بالربع الثالث، واذا رجعنا لورا على الربع الثالث من العام الماضي كان عندها تقريبا ارباح حوالي 2.4 ريال بالسهم. فبالتالي قبل دخول يعني المملكه في الازمه او العالم كله في الازمه الماليه الاقتصاديه كانت الشركات عم تعمل منيح. في ظل الازمه دمهم هالشركات الى حد ما عنده نمو، النمو تراجع لكن عنده نمو، يعني شفنا القطاع المصرفي والقطاع البتروكيماوي ما زالوا عم بيعملوا ارباح القطاعات في ظل الازمه الماليه الاقتصاديه طبعا. فاسوء الاحوال كان عندنا نمو، فكيف لما نطلع من الازمه الماليه العالميه؟ اذا اخذنا القطاع المصرفي اول شيء عفوا القطاع البتروكيماوي، قطاع البتروكيماويات من اقوى القطاعات منافسه بالعالم بالمملكة، لأنه أول شيء تكلفة الإنتاج منخفضة جدا، المواد الأولية في الأرض هون في أرضنا، يعني تكلفة الطاقة إنتاج هالمواد الغاز يعني منخفض جدا، اليد العاملة منخفضة، العمالة يعني بنفس الوقت المصانع حديثة، فبالتالي ما بدها صيانة وإنتاجيتها أعلى، ما بدها صيانة عالية مثل مصانع قديمة بالغرب يعني بأوروبا وأمريكا. بعدين تكلفة النقل رخيصة عنا بوجود الأسطول البحري يعني، وأساطيل صارت تنقل عنا يعني بأسعار مخفضة. عندنا شركات تأمين عديدة صرنا نلجأ لها بدل ما نروح على شركات التأمين الدولية وهي بتعمل إعادة تأمين كمان. النقل عم يعني معظم المواد عم ننقلها إلى مناطق قريبة مثل الهند والصين اللي هي ما هي صارت يعني بأمريكا تقريبا إنتاج 50% من إنتاج النفط بالمملكة عم بروح لآسيا على مناطق قريبة، صار بطل عم بروح على الغرب البعيد. وبعدين تكلفة التلوث البيئي عندنا منخفض جدا بينما بأمريكا أو بالغرب في أوروبا وأمريكا مرتفعة، هذه كلها بتخفض التكلفة عندنا بشكل عالي كتير بحيث أنه نقدر ننافس عالميا. أنه أكبر برهان كان لما يعني اتهمت المملكة بإغراق المواد في أسواق تانية مثل أسواق الصين والهند، هي فعليا ما هي إغراق، ولكن يعني بدك تفهم وضع الحكومات هيدي عم بتحاول تنقذ شركاتها اللي ما عم تقدر تنافس شركات المملكة. فإذا أخذنا قطاع البتروكيماوي ما في شك أنه هيدا أقوى قطاع يعني في المملكة وعالميا يقدر ينافس بشكل عالي كتير. نتجه للقطاع المصرفي، القطاع المصرفي مثل ما شفنا بالربع الماضي كان عنده نمو تقريبا 6.1 مليار أرباح القطاع كانت، وكان عنده تراجع بالنمو ولكن لسه كان عنده نمو، فبالتالي هذا جيد. القطاع المصرفي بيشكل حوالي 29% من القيمة السوقية، أرباحه على يعني آخر على آخر ربع كان بتشكل تقريبا حوالي 33% من الأرباح تاعت السوق كله، أرباح يعني ثلث أرباح السوق من القطاع المصرفي عم تجي. بالنسبة لقطاع البتروكيماويات عندنا تقريبا حوالي 29% من أرباح السوق كله عم بيجي من قطاع البتروكيماويات، فهالقطاعين ما في شك قطاعين قوية جدا. ننتقل لقطاع الاتصالات، القطاع المصرفي كمان لو بحب زيد نقطة أنه عنده قيود قوية كتير من قبل مؤسسة النقد، وبالتالي معظم عمله داخل المملكة ما هو خارجي، هذا بيعطيه مستوى من الأمان أعلى بكثير من مصارف دولية بأمريكا وفي أوروبا. نطلع قطاع الاتصالات، طبعا القطاع هذا فيه تنافس عالي كثير بالوقت الحالي فيه، بس القطاع هذا بينمو من ناحية نمو، يعني إذا في نمو بعدد المشتركين وإذا في كمان يعني زيادة بالخدمات، هالقطاع هذا بيكون فيه نمو، وكل شركة عم تحاول تتخصص في مجال معين داخل هالخدمات يعني حتى تقدر تنافس بالمجال هذا. فمع الوقت هالقطاع هذا قوي، صح ما فينا ننافس يمكن دول أجنبية يعني غربية مثل أوروبا وأمريكا، ولكن شوي شوي عم ننتقل على مستوى نقدر ننافس، يعني نبتدأ شوي شوي يعني محليا بعدين إقليميا بعدين نتجه لبلدان أبعد شوي. فهي على خطوات تتم، فبالتالي هالثلاث قطاعات هدول انا بعتبرهم اقوياء جدا، ويعني اذا بده يتجه السوق السعودي الى اعلى لابد من هالثلاث قطاعات يكونوا في نمو،
بنشوف انه في ظل الازمه الماليه الاقتصاديه كانوا في نمو وما زالوا في نمو مع انه تراجع النمو. فانا مش هيك بشوف انه الصوره العامه للاستثمار في السوق السعودي هي جيده، مبنية على الشركات والقطاعات القوية داخل السوق السعودي، هذه اللي حيعطي اللي حيفرجينا النمو يعني في السنوات القادمة. طيب. النمو الكبير اللي أنا بشوفه أو الجيد صح حيكون في قطاع المصارف في منه، ولكن أنا بعتقد كمان قطاع البتروكيماويات مع أنه أرباحه ما هي يعني مفروض تكون أرباحه أعلى وأقوى ونمو أرباحه أعلى، لكن ما ننسى أنه هالقطاع هيدا عم بيأسس له سنين باخر سنوات عم يعني في عنده مصاريف تاسيسيه، هالمصاريف هيدي حتترجم لارباح في السنوات القادمه بحيث انه المصانع صارت عم تنتج وبطل عنده المصاريف اللي عم بتدفعها للتاسيس، ومن هون بتحول القطاع هيدا الى ربحيه اعلى. بعتقد الاحترافيه الان هي يعني السوق باذن الله يعني مرتفع ان شاء الله مبني على اقتصاد قوي ونمو. السؤال اي اسهم داخل اي قطاعات هي الافضل للاستثمار فيها هلا للسنوات القادمه؟ طيب يعني أنت ذكرت جزء من الإجابة على هذا الموضوع طبعا فيما يتعلق بالأسهم التي يعتقد أن تكون هي الأفضل أداء أو ستكون الأفضل أداء، لكن هناك نظرية يناقشها بعض المحللين والمراقبين للسوق وهي أن الدور قد يكون في الفترة المستقبلية جزء كبير منه يتجه إلى أسهم، إذا صح التعبير أن نسميها أسهم الوسط، هي التي ليست قيادية كحجم الأسهم القيادية التي ناقشناها قبل قليل، ولا أسهم فقط خاصة للمضاربة كشركات التأمين وشركات قطاع الزراعة. هذه الأسهم هل تعتقد أنها بالفعل سيكون لها دور، أم أن النظرية التي تحدثت عنها هي التي ترجحها أكثر فيما يتعلق أنه لن تتحرك هذه الأسهم إلا إذا تحركت الأسهم القيادية التي ناقشناها؟ لا، هذا كلام صحيح، لأنه في بعض الأسهم في بعض الشركات حيكون نموها أسرع من القياديات، يعني إذا أخذنا فرضا على سبيل المثال بس القياديات مثل سابق مثلا، في بعض الشركات حيكون نموها أسرع. ليه؟ لأنه مثلا طريقة التحليل تكون كالتالي، يعني على صفحة إكسل بكل بساطة واحد يحط كل الشركات بعمود على اليسار ويحط كل المنتجات بالرو أو بالأفق يعني، ويشوف أي المنتج ويشوف كل شركة قد ايه بتنتج من كل منتج. في بعض الشركات عندها منتجين أو بعض الشركات عندها ثلاث منتجات، طب قد ايه نسبة هالمنتج هيدا وقد ايه نموه بالسوق أو قد ايه أسعاره أو طلب عليه المستقبلي حيكون عليه، وبالتالي يقدر يحلل اي افضل شركه تكون للاختيار مقابل شركات مثل يعني شركات مثل كبيره قياديه مثل سابق. مثلا على سبيل المثال مثلا سابق تنتج 5% إيثيلين من كل منتج.